بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة كن مبادرا. يعني يكون مبادرا يعني أحيانا الناس بيبقى معاها حاجات تقدر تنجحها في الحياة، لكن هو مش شجاع، مش كده، مش جدع وياخد خطوة وياخد همة ويسبق. في ناس يا جماعة إمكانياتها عالية قوي، أنا متأكد إن في شباب بيسمعوني الآن وفي بنات بيسمعني الآن، هو يقدر ينجح نجاحات جامدة جدا لكنه للأسف مش شجاع. أحكي لكم حكاية دمها خفيف جدا. الحكاية دي حكاها لي واحد من المغرب، هو كاتب ومؤلف كتب، وشكله يعني شكله هيكون كاتب كبير في يوم من الأيام. طبعا الحكاية قديمة، أول كتاب بيحكي لي ولا دار نشر راضية تنشرها له، ويحاول ويقدمها لدور نشر، وبعدين دور نشر محدش راضي ينشر له، بعد محاولات كتيرة قوي وافقت دار نشر ان هي تطبع له كتابه. وصادف اول ما الكتاب اتطبع ان كان ده وقت معرض الكتاب المغربي، ووقف بقى المنظمين لمعرض الكتاب زي ما انتوا عارفين قاموا عاملين منصة خاصة لكبار الكتاب، احسن كتاب قاموا قاعدينهم على كراسي قدام الناس كلها وقدامهم الكتب بتاعتهم علشان يمضوها ويتكلموا عن الكتاب بتاعهم. وهو طبعا اول مرة ينشر كتاب، فكبار الكتاب قاعدين على المنصة وابتدى الحوار بقى والناس متجمعة والناس بتتفرج، بس كان في كرسي فاضي، يبدو ان صاحب الكرسي ده مجاش، فهو من باب الادب قال أكيد صاحبه حيجي. فات 10 دقايق، فات ربع ساعة، فات تلت ساعة، وصاحب الكرسي اللي على المنصة الكبيرة اللي قدام الناس مش موجود، وهم سايبين الكرسي ومش حاطين قدامه اسم الراجل. وابتدى الحوار وخلاص والناس نسيت ان في كرسي فاضي، لكن هو منسيش. عارفين قرر يعمل ايه؟ يطلع يقعد على الكرسي ويقدم كتابه ويبقى في وسط الناس، بس ده محدش دعاه، بس الكرسي فاضي. هو كان يبقى عيب ويبقى ما يصحش لو صاحب الكرسي جه وهو طلع مكانه، بس ده فات تلت الحوار وصاحب الكرسي ما جاش ومفيش حد مكانه، طب ليه ما طلعش انا؟ بص اهدي اهدي، يعني ايه كلمه مبادر؟ فهمت يعني ايه مبادر؟ طب ما تطلع. لا اصل احنا بقى بنعمل ايه؟ اصل انا اتكسف. لا 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 اصل ممكن يحرجوني. طب وايه يعني؟ طب ما يحرجوك يعني، هيحصل ايه يعني؟ ما كلنا بنتعلم كده، امال تكبر ازاي وتتعلم في الدنيا دي ازاي؟ فقرر ياخد 10 كتب ويطلع يقعد على الكرسي. خياله الشجاعة، وقام عامل كده وقام واخد بعضه وطالع قاعد على الكرسي. طبعا احد المشرفات اللي هي مسؤولة عن تنظيم معرض الكتاب خدت بالها ان في واحد طلع قاعد على الكرسي، فعايزة تروح تتأكد من البطاقة بتاعته ان هو دون اللي كان مدعو مثلا وجاي متأخر ولا ايه. فدخل عليه قام برضو مبادر تاني، وقام بصص لها بمنتهى الثقة وابتسم لها وقال لها انا اسف انا جيت متأخر شوية. فهي طبعا قامت مكسوفه على طول وقامت قايله لا يا فندم لا لا ما فيش حاجه، اجيب لك ايه تشربه؟ قال لها كوبايه شاي. وجه عليه الدور وقدم الكتاب بتاعه، فالناس انبهرت، ايه الفكره الجامده دي؟ دي فكره جديده. بدات الناس تيجي عليه وبدات الصحافه تصور، وبدا يعمل امضاءات ويعمل اوتوغرافات للشباب والبنات اللي عجبهم فكره الكتاب، وبدا الكتاب يتوزع في دار. يحكي بيقول السنه اللي بعديها في معرض الكتاب الثاني كان الكتاب بتاعي أول كتاب بيتوزع، وكنت أنا أول مدعو إن أنا أكون على المنصة. لولا إن أنا طلعت المرة اللي فاتت وعرضت نفسي بقوة وثقة ما كنتش هطلع المرة الثانية. خليك مبادر، خلي عندك ثقة في نفسك، اجمد كده، خليك شجاع. صحيح ما تاخدش حق غيرك، لكن خليك شجاع وخلي عندك ثقة في نفسك، وسعت ساعتها لبسمة أمل على وجهك وعلى وجه كل اللي يحبه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.